متابعي المربد مستمرين معكم بتوثيق الحالات الإنسانية التي تحتاج إلى مساعدة من قبل وزارة النفط والمتمثلة بشركة نفط البصرة آه حالة أخرى آه أبو يوسف مثل ما جان نشاهد هذا وضعه راح نسأل فيها بشكل مختصر ومن ثم الحديث يكون يا سادة ثار السلام آه عليكم وعليكم السلام ورحمة الله, الله. حياك الله الله, يسلمك الله يرحمه المنطقة في قضاء الخصيب اللي قاعد بها هاي أنا قاعد بها زراعي زراعي نعم تجاوز تجاوز نعم, نعم. آه زراعي تابع نعم المنطقة شنو اسمها؟ هنا حي العسكري حي العسكري نعم حي العسكري آه هذا البيت بهاي الغرفة اللي, اللي صورناها هي نعم. يعني حاليا ما اقدر ادخل فيها لان بيها ماي بصراحة هي رطوبة نعم هي رطوبة نعم. يعني من الارض نعم وهذا الهول يعتبر هذا الهول نعم هذا الهول وهذا المطبخ هذا المطبخ آه سجاد خلي بس وياي يعني المطبخ خلي نشوف المطبخ سوا. تفضل تفضل هسه نعم. هذا المطبخ. نعم. هذا المطبخ نعم هذا مطبخكم نعم بس هو هم كل رطوبه يعني هم كل رطوبه نعم من برا قاعد تجينا رطوبه اي نعم اي ابو يوسف والغرفه اللي ساكن بها نعم. كانت لنا قبل نعم. قبل الكاميرا هذه الغرفه اللي بها عيالك نعم. حاليا نعم ما نقدر نعم. نصورها لا لا ما بي احد 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 نعم شلونك عمو؟ شلون صح شنو اسمك انت؟ فاطمه فاطمه طلعي بالكاميرا ولا ما طلعين؟ طلعي بالكاميرا؟ كان صورك حياك الله فاطمه اي أيه ابو مصفا هاي الغرفه بيه. نقعد بيها وهسه قاعد فراشنا هناك الله عليها ست ايمان هسه طلعنا الفراش برا فراشنا هذا الفراش الجابه النهائيه ايش عندك من الاولاد الله يحفظهم عندي سَبْعَةُ احنا سبع جهال سبعة سبعة نعم وانا مرة تسعة نعم انا قبل لا نفتح الكاميرا قلت لي ابنك بسوي عملية نعم. فاتحين راسه وبعدك عملية عملية وما ما راجعت نعم ما راجعت للدكتور نعم. نعم. شركة نفط البصرة متمثلة بالسادة ثائر مدير قسم العلاقات نعم. حالة ابو يوسف وردتنا من احدى الاخوات اللي عندنا تماس وياهم اللي ترسل لنا مناشدات خاصة ببعض العوائل المتعففة بعد ان وصلنا الى مكان ابو يوسف اطلعنا على حالته اولا حالة ابو يوسف المادية حالة صعبة جدا لانه بدون عمل وبدون مصدر رزق اثنين هو عنده عائلة كبيرة يعني بحدود سبع اطفال وهو وزوجته تسعة احد اولاده مصاب بمرض في الدماغ وسواله عملية والحمد لله الان يبدو انه حالته نوعا ما مستقرة. إضافة إلى ذلك مثل ما تشوفون الوضع الحالة المعيشية داخل البيت صعبة جدا الوضع الاجتماعي مالهم الرطوبة مرتفعة بالبيت وماكو مكان يعني حقيقة ملائم للسكن ولل للمعيشة. ظروف صعبه يعني من ما نشوف الموضوع من اي زاويه الحاله الصحيه, الحال الصحية والحاله والحال الماديه فاحنا ان شاء الله كسياق عمل عندنا ضمن صندوق الحشد والمبادرات المجتمعيه وبتوجيه من معالي رئيس الوزراء المحترم والسيد وكيل وزاره لشؤون الاستخراج رئيس اللجنه العليا لصندوق الحشد وكذلك السيد مدير عام شركه نفط البصره قمنا بالزياره هذا اليوم يوم الجمعه طبعا احنا نزور هذه العوائل يوم الجمعه لانه اليوم الوحيد اللي نقدر نتحرك به خارج سياقات العمل اليوميه فبعد الاطلاع ان شاء الله احنا راح نتعاون مع الاخ ابو يوسف نقدم له ان شاء الله ما يساعد على ترتيب سكنه وبيته ان شاء الله واذا عنده حاله مرضيه معينه احنا حاضرين ان شاء الله نعالجها. إضافة إلى ذلك موضوع أبو يوسف إحنا عندنا طبعا بالنسبة إلى العائلة والعائلات اللي مم. زرناها أستاذ رياض عندنا اتفاقية مع مراكز سبع سنابل الصحية مم. في ممكن أنه نرسل هذه العوائل إلى هذه المراكز وينفتح لها فايل ويتم معالجتهم باستمرار في على حساب شركة نفط البصرة مم. فاحنا راح ان شاء الله نزودك بكتاب الى مركز سبع سنابل انت وعائلتك ممكن تزورون مركز سبع سنابل الصحي لا سامح الله في حاله حدوث امراض عندكم الى كول العائله وكل علاجكم على حساب شركه نفط البصره ان شاء الله بالاضافه الى ذلك راح نقدم مساعده ماليه جنابك يعني منها الى ان ترتب حالك بها وشوف وضعك. يعني اللي نقول المساعده الماليه هو راح يرتب بها آه هذا المنزل. هو بعد يعني المبلغ يلي اللي اللي ننطيه له هو يحدد اولوياته يعني ممكن يعدل الغرف السقوف ممكن يشتري له نقص حاجيات فهذا كله يعني احنا نتركه له هو اذا يطلب من عندنا شيء محدد احنا هم نسمع من عدة وحاضر قاعد عندي ستوتو ومحركه لان قاعد آه محركه نعم. ستوتو هي باب نعم. رزقك يعني نعم كيف تصليحها والله استاذ اذا احط لها ماكينه بعد احسن ماكينه جديده بس الماكينه غاليه مالتها تقريبا ب 300 350 اللي في الماكينه الجديده سهله هم نصلح لك الله يرحم بعد نجيب لك ماكينه جديده, جديدة إن شاء الله, الله. يرحم والديك زين سهله ان شاء الله فهذه ان شاء الله الامور اللي نقدر نساعد بها وهذه مساعده هي مقدمه من وزاره النفط بالتحديد شركه نفط البصره. اذا سأثار ربي يوفقكم ان شاء الله لدعم يعني الحالات المحتاجه الانسانيه ونشوفك على خير ابو يوسف ان شاء الله ايضا نزورك بعد ما ترمم بيتك ان شاء الله. الله يرحم نشوفكم على خير شكرا. الله. <applause> الله يرحم <يشاء> والديك. الله يسلمك. <applause> <applause> دايم دايم. الله يرحم والديك.